السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ما فيش اكل، مش هنعمل اكل مع بعض ولا اي حاجة. انا النهاردة هوريكم فكرة انا عملتها علشان خاطر في كتير قوي 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 لما المقش عندنا مثلا كده بتيجي من هنا كده بتتاكل وبتبوظ خلاص، وتيجي تحطي فيها العصايه بتاعتها ما بتنفعش خالص، وكل شويه تتكسر وكل شويه تتعمل. احنا النهارده هنعمل حاجه سهله خالص، عباره عن المقشه والعصايه بتاعتها وغطى الازازه دي والازازه دي ومسمار العوز والمفك. مفيش حاجة اكتر من كده، سهلة جدا جدا. اول حاجة ما تقوليش ان انا ما عنديش مكوة اللي هي بتاعت حرق الحاجات، او يعني لا، هاتي اي سكينة قديمة عندك او اي حاجة حطيها على النار تسخن قوي. هوريكم احنا هنعمل ايه. انا اولا هروح السكينة على النار سخنة، هعمل دي على اساس ان هي تبقى سهلة عليا شوية عشان دي تدخل عندها كده، تمام؟ وارجع لكم على طول. شايفين احنا كده سويناها اهيت، وخدنا من الازازة دي البق بتاعها اللي هو الحتة دي، هي دي بس اللي احنا خدناها بس كده. هعمل ايه بقى؟ هوريكم. هاخد العصاية بتاعتي اهيت ديت، وابتدي ادخلها هنا وازنقها جامد اهيت، على قد ما تقدري ازنقيها زي ما احنا شايفين كده اهيت. هركن دي واخد بقى انا عندي دي، هعمل فيها ايه؟ هبتدي اخد ديت، هاخد المسمار بتاعي ابتدي اسخن بس الحرف بتاعه علشان يبتدي يدخل معايا هنا بسهولة. برضه هوريه لكم تاني. بصوا كده انا خلاص اهي بقى وضع الاستعداد للشغل. هاخد انا دي وابتدي اجيب دي كده، ولازم اوصل المسمار لحد جوه خالص، لازم يشبك فيها. هلفه برضو وهوريه لكم. بصوا اهو هيلف كده معايا اهو، هكمله وهوريه لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده خلاص انا ربطتها اهو زي ما انتم شايفين. هعمل كل اللي انا هعمله ان انا هاخد العصايه بتاعتي زي ما انتم شايفين فيها دي اهيت كده اهي، وابتديت الفها تاني خالص من الاول بس عشان مش مالكه اهيت اهو. كده دي خلاص اهي اتلحمت، عملناها بالمسمار زي ما احنا شايفين كده وربطناها. دي معلش اتكسرت لان تقريبا نوعها ضعيف، فانا عملت واحده غيرها اهيت زي ما احنا قطعناها بالظبط، وهبتدي اركبها قدامكم وهتشوفوها اهيت. بصوا كده اهي وبقت المقشة من اول وجديد تاني جديدة زي ما هي، وممسوكة وثابتة اهي على الاخر خالص خالص. ودي كانت فكرة النهاردة، فكرة جميلة، يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة. مفيش حاجة بتترمي، الحاجة بقت غالية، ودي كانت فكرة جميلة وانا جربتها وعملتها عندي، بس حبيت ان انا اوريها لكم علشان تاخدوا فكرة. يا رب يكون الفيديو حلو ويكون عجبكم. واقول لكم ايه، باي باي. في فكرة جديدة، في طريقة جديدة وفيديو جديد، هقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.